السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ولكن ادم محمد كسولوا جل كان ابوك صديق اكاديمي وكو عاوين ان كان سيفد كبرتين قران كريم كان كي اغرسين ان شاء الله مو خالكنا ما تمان او تلقينا واحد درسي لكن وحار ان كان جواب سؤال يسوي ويدي سؤال وحا يسوي ويدي حجو يرى وحو لي حجو استاذ عرورته مركي هنجاد لبراي كيبا وناسن ان عربي اي كو هنجاديان سيده حمزه فتحه ان يو ان كردي عادي لو برو سيده ا با تا اوكلي يعني هرت السؤال شنو حاول سؤال آدي آدي مهم وهواي حنجون إلهي بركيه إن هدانوي ما ضم حلها جوابته هرت مركي عرورته هنجاد لبرايو هدي له هنجاد سيدا معلها همزة فتحة آ با فتحة با تا فتحة سيدا سيد هدي هنجاد لو برو واحد مشكلة ملهان أو لو بري كرا دتك بدن كون سيدا سي عرورته هنجاد كبران لكن إن له هنجاديو ومحلها همزة فتحة آ با فتحة با سيدا سيد إن لو قل عليه وحاكم يمسن وحاكم يمسن إن دواقة عنو قل فهنسية يا كم يمسن إن محل دواقة أوبرت عنوجة أي كم يمسك إن محل ما تقدر محل هنجادين تلوجع عليه إن محل همزة فتحة باء فتحة بس إن لوجع عليه وحكم يمسك دواقة أي كم يمسك إن عنوجة لفهنسية أو لبرة سبب تنوحواي سوت أساس أولياء وحواي مركز محل عنوجة أدوجع عليه سيد محل هنجادين همزة فتحة باء فتحة بس مركز أوجع عليه سيد يعني هدول ذي مركز واحد آخر على هديد أصان محل هاي عنوجة سكون هنجادين ما بأخرين كانوا أصلاً كوهين قادرين واحد محط هذا إيه آخر هذا هذا أصلاً كوهين قادرين عن جالسيتهم ما بآخرين كرو سيدنا وحافي عن إن لكل فهمه يعني محل هنجادين تأيو محل هاي آخرين توي كل دومن تاعي يعني هنجادين تا سيد عربي جو حال لها تهجى يلاها هنجادين تو حواي يعني محل لها همزة فتحة آ با فتحة باء تا فتحة يعني حركة هذا ما قاعد إناش شيتين أيها هنجادين تلا لها لكن دواقد محلها يعني محل آخرين تا وهي كارتة دواقة أي كارتة يعني حركة أيها كل دواقي سا ويكل دومنتها مركا إنات محلها إن هنجاديسيد إيو إنات أقرسيد ويكل دومنتها سادتة مركا مركا عنك قاعد هنجاديت أقوع عليه أقوع عليه حلو واحد آخر مركا ده محوك رها همزة فتحة با فتحة با أما كا فتحة كا لام فتحة لا مي فتحة ما كلاما فا فتحة فا را فتحة را إن ح فتحة إن ح فرحة ساس الكودي كرا مكو آخرنا ساس آخرنا لما ده هنجاديت أيام رها أما عربي وحلها تهجى أيام رها لكن أقرنت وحيكو إما كرتا أو كلية مركز عنوك محل أد فانسيسيد دواقيد مركز فانسيسيد أي أخرت إيمان كرتا سترت المركز كمنهج أهان منهج التطبيق في قواعد القراءة والكتابة وحوق با إن محل عنوك مركز محل هنجاد بريسيد إن أد حوق سارين هنجادين دحوق سارين لكن أد حوق سارتد دواقيد إن أد حوق سارتد أي أد يد مهم وأه صحواي إن المحل مركز هري يعني لو مر أو كريس دحمر أو إن 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 أمرته إن أهدين حمزة فتحة با فتحة لو مر دحمر أو كفها ماي أو كلية يعني حركة أو كفها ماي سيد الله ده هي عربي أنا سيد الله ده إنه كفها أو كلية لكن إنت سوي حكتة ما حد حوج سارسة وحد حوج سارسة نواقع يد حوج سارسة سلاس أي عنو جحو كفها ماي يعني محل قراءة أو محل أقرن أي كفها ماي هذا إذا ما كان أهدين واحد آخري طاس أي كوف آخرنا أصانه هنجادين لكن هنجاديت هذا كوي علي سيد مروا البحوبة هنا إنه كوه جاديو كبعد إنه كوه آخريو إن شاء الله وحنا ملاين سؤال شأن كجواب سيد وكل إذا كان رأيي إنه الكسر دي وكرتين إن خوفك سؤال خبر نقبت أو كومنت أيو إيسو دي كرا وأنا كسر جواب دون إن شاء الله جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.